أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار كورونا في العالم وإلى عناوينها. اللجنة العليا للصحة تقلص ساعات حظر التجوال الجزئي من 9 مساء حتى 5 صباحا. العراق يسعى إلى الاستفادة من بروتوكول العلاجي الإسباني في مواجهة فيروس كورونا. وتتابعون في النشرة أيضا، جامعة البصرة تنجح بتصنيع وإنتاج المواد المختبرية الخاصة بتشخيص الإصابات بفيروس كورونا. أهلا بكم. قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي من 9 مساء حتى 5 صباحا. اللجنة قررت أيضا باجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام الكلي، والنظر برفعه بعد العيد مع التجديد على تطبيق الإجراءات الصحية داخل المؤسسات والمحال التجارية وحجز المخالفين في حال تكرار المخالفات ومنع التجمعات بأشكالها كافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عزمها تزويد العراق بالبروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وذكرت سفارة العراق في إسبانيا أن السفير عادل مصطفى كامل التقى فاوستينو بلانكو الوكيل الفني لوزارة الصحة الإسبانية، وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم ثنائية للاستفادة من خبراتها في مواجهة الوباء واستراتيجيات الحجر المناطقي ونظام الطوارئ الصحي. وأعرب الوكيل الفني عن استعداد بلاده لتزويد العراق بالبروتوكول العلاجي المتبع والتبرع بعد تلقي العلاج بنسبة 63%. قرابة 28,000 حالة ما تزال تحت العلاج بنسبة 33%. المتعافون لديهم مناعة قوية بسبب ارتفاع حالتهم المعنوية. بدورها نجحت خلية التصدي لأزمة فيروس كورونا في جامعة البصرة من تصنيع وإنتاج المواد المختبرية الخاصة بتشخيص إصابات فيروس كورونا. بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب، نجحت خلية التصدي لأزمة كوفيد-19 بجامعة البصرة في تصنيع وإنتاج كت تحليل البي سي آر والتي يحتاجها العراق بشكل ملح لتسارع عمليات فحص حالات الاشتباه بالإصابة. اكتشفوا انه هاي العده اولا تختفي في بعض الاحيان ما تجهز، لانه العالم كله في حاجه لها وسعرها غالي $3,000. طريقه العمل بيها 3 خطوات تكون طويله، والمستضد اللي للفيروس اللي يكشف عن الحامض النووي الفيروس هو مستضد واحد، فتمكنوا من تطويرها بالتعاون مع احد الاخوه المبتعثين بالخارج. اليوم نتحدث على اكتشاف عده لتشخيص فيروس كورونا، وهو كت البي سي ار اللي قاموا به الفريق البحثي في كليه الصيدله بتصنيعه وتجهيزه وفحصه في مختبرات دائرة الصحة، وأعطى نتائج باهرة. هذا الكيت يحتوي على جينين لتشخيص الفيروس اي جين، وكذلك الاو ار اف 1 بي جين يستخدم خصوصا لتشخيص فيروس كورونا. يأتي هذا الإنجاز مع إنجازات أخرى أعلنت عنها جامعة البصرة في مؤتمر صحفي، منها عدة التشخيص والوسط الناقل وإطلاق المنصة الإلكترونية لمتابعة مرضى الحجر المنزلي، فضلا عن منظومة الأكسجين التي تغني عن جهاز الدعم الرئوي في العناية المركزة. جربوا على المرضى وجربوا الطكافة كلش عالية، والحقيقة هم أثنوا عليه، استعملوه لحد الآن وطلبوا من عندنا تقريبا 100 جهاز صحة البصرة، زودناهم لحد الآن ب 25 قطعة من هذا الجهاز، من هذا الفنتوري ماسك، ومستمر العمل حاليا بشفتين، لأنه تصنيع طول كل شوية، طبعا كلفته ما بيكلفه هو بس ياخذ وقت كل شوية بالتصنيع. في الوقت الذي تسبب فيه الطلب العالمي على نقص معدات مكافحة الفيروس، انبرت جامعة البصرة في تصنيع وإنتاج أغلب الإمدادات المختبرية لفحص الحالات المشتبه بها أملا في احتواء الوباء. عمر الحرمي، العراقية الإخبارية، البصرة. مشاهدينا، وللمزيد ينضم معنا مسؤول المختبر المركزي في كلية الصيدلة بجامعة البصرة الدكتور رافد عبد الرؤوف. مساء الخير دكتور. نجحت خلية تصدي الأزمة لأزمة كورونا في البصرة من التوصل إلى لقاح يكون معالج لفيروس كورونا، ما طبيعة الاختراعات التي توصلت إليها جامعة البصرة
بخصوص عمليات تشخيص فيروس كورونا. مساء الخير دكتور رافد، هل تسمعني؟ اولا السلام عليكم، واشكر قناتي العراقيه انه غطت هذا العمل اللي قمنا به. بصراحه احنا اللي قدرنا نسوي هو عمليه تصنيع كيت، يسمى كيت او عده تشخيص لحالات الاصابه بالمرض كورونا او المعروف بالكوفيد 19. اللي قدرنا نسوي بصراحه انه طورنا هاي العده التشخيصيه بحيث ضفنا بها جينات اثنين اللي هو الاي جين والاورت 1. هذا يعطي سرعه بالتشخيص. طيب وثاني شيء انه امكانيه عمله على اكثر من جهاز، يعني ما يكون اكو احتكاريه الا انه يشتغل على جهاز واحد. واضافه الى الاهم شيء اللي احنا حاليا المفروض التركيز صار عليه انه كيف تكون كلفته قليله بالنسبه للبلد بسبب الظرف الاقتصادي اللي مر به، وبالاضافه الى الكفاءه العاليه، والحمد لله يعني وصلنا الى سعر مناسب جدا يعني، والنتائج نتائج عالميه الحمد لله. طيب دكتور رافد، ما توصلتم إليه من نتائج هل ستعمم أم ممكن أن يتم الاستفادة منها في المحافظات الأخرى التي تعاني من تفشي فيروس كورونا ونقص في المستلزمات الطبية؟ هو صراحة هو أصلا هو أساس الإنتاج أنه يكون يغطي حاجة العراق، يعني ما كنا نركز بس على يعني داخل محافظة البصرة، لكن جهود دائرة صحة البصرة بصراحة مشكورين أنه ساعدونا أنه كيف نحصل على النتائج، لأن تعرف هذا فيروس مو سهل أنه تتعامل به في أي مختبرات. فتم أنه الفحص في داخل مختبراتهم، حصلنا على النتائج الجيدة. إحنا حاليا عندنا إمكانية أنه نقدر نصنع الكتات اليومية اللي تقدر تغطي حاجة كل العراق. يعني باليوم كم كتات ممكن تصنيعها باليوم الواحد؟ حتى أكثر من حاجة العراق، يعني حتى لو أردنا تصديرها ما أدري. يعني قدرتكم باليوم الواحد كم كتات ممكن يتم تصنيعها وتصديرها لبقية المحافظات الأخرى؟ احنا تقريبا معدل يوميا نقدر نصنع 50 كت باليوم. هذا شيء اولي، لانه احنا نعتمد على يعني الطريقه اليدويه، اما اذا نريد نعبر ال 100 لا، يعني باجهزه بسيطه جدا يعني تقدر تصنع هيك كت مكلف يعني. طيب دكتور رافد، يعني هل هناك ارتباط بينكم وبين الصحه المركزيه لضمان مثلا امكانيه وجوده هذا المنتج الذي تقوم به حاليا؟ بصراحة احنا يعني ما نتجاوز المسألة انه مباشرة ويا المختبر المركزي في الوزارة، لانه احنا حاليا علاقتنا بدائرة صحة البصرة، لكن بعد النجاح اللي صار تكفلت دائرة صحة البصرة انه تلتزم الكيت وينقل الى الوزارة لغرض الفحص وحتى تحصل عليه على الاعتمادية. هاي مسألة يعني بسيطة، ما تاخذ 3-4 ايام في اعتقاد يعني، وان شاء الله يعني تمشي الامور ويا بالنسبة لبقية اعتمادية المختبرات في كل دوائر الصحة ان شاء الله. طيب دكتور رافد، يعني هل لديكم محاولات للتوصل الى علاجات يمكن ان تتصدى لفيروس كورونا او تكون خطوة ثانية بعدما قمتم بهذه الخطوة؟ احنا بصراحه من بدايه ازمه كورونا اتجهنا عده اتجاهات، من ناحيه المساعده في التشخيص هاي اولا، حصلنا على الفي تي ام اللي يسمى السواب، من بعدها حضرنا كتات البي سي ار، حاليا عندنا خطه جديده او انتج يعني كامله ان شاء الله راح نعلن عنها خلال الايام القادمه، شلون نخلص الناس اللي تشتغل بسحب العينات، شلون نخلصها من مساله العدوى بطريقه بسيطه. عملية صناعة العلاج نظريا احنا كاتبين الخطة وجاهزة وما عندنا اي مشكلة بها، لكن عملية صناعة اي دواء ما تكون بسيطة، يعني تعرف انه هذا يعني ما المعوقات دكتور رافد؟ ما المعوقات امام اكمال هذه العملية؟ هل هناك معوقات تعترض عملكم؟ كل سطر او سطرين نعفو؟ هل هناك معوقات تعترض عملكم؟
بالبداية كانت أكو بعض المعوقات، يعني نبديها بين التنقل إلى الاحتياج بالمواد، لكن مختبراتنا بصراحة مختبرات المركزية بكلية الصيدلة تحوي على كل المواد. فلذلك هاي المعوقات إن تكون تقنية أو مواد أولية أو يعني هاي إن شاء الله إحنا متجاوزيها. إحنا كلنا نحتاج أنه سرعة الحصول على موافقات من الدوائر المعنية حتى نقدر أنه يعني نفيد وزارة الصحة. أنا أشكرك الشكر الجزيل مسؤول المختبر المركزي في كلية الصيدلة بجامعة البصرة الدكتور رافد عبد الرؤوف، شكرا لانضمامك لنا دكتور رافد. الابتكارات العلمية أمست اليوم بارقة أمل أخرى للتخلص من جائحة كورونا، إذ بادرت جامعة كربلاء بسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية في المحافظة من الأجهزة والمعدات المتخصصة لمعالجة المصابين بهذا الفيروس. قيل قديما الحاجة أم الابتكار، هذه المقولة تجلت عمليا منذ بداية أزمة كورونا، فحاجة المؤسسات الصحية لبعض المعدات الطبية دفع الباحثين في جامعة كربلاء للتفكير بحلول مبتكرة لدعم المؤسسات الصحية في المدينة. احنا كخلية أزمة بالجامعة بادرنا بهذه المواضيع، والناس أغلب الأساتذة شغل يعني بمنازلهم دي يشتغلون، وعملية الاختبارات تتم في أيام محدودة في مختبرات الجامعة بشكل منفرد أو بأقل تجمع ممكن، حتى أيضا نساهم في الحجر الصحي في الحفاظ عليه وعدم كسره. على غرار خلية الأزمة في المحافظة، شكلت الجامعة خلية أزمة وضعت في أولوياتها توفير أهم الاحتياجات اللوجستية للملاكات الصحية في المستشفيات، وفي مقدمتها ابتكار أجهزة للحد من انتشار العدوى. كقسم طب حياتي بجامعة كربلاء تواصلنا ويا خلية الأزمة، يعني سألناهم بشكل مختصر شنو هي الأشياء المتطلبات حتى نعبر هاي المرحلة. أغلب التوجهات كانت على أجهزة الوقاية، يعني شلون نساعد على تحجيم أو تقليل من انتشار المرض. فواحدة من الأفكار اللي طرحناها أنه صناعة جهاز تعقيم لليد بدون أي كونتاكت. الباحثون في جامعة كربلاء تمكنوا من ابتكار جهاز للتنفس الاصطناعي بالإمكان استخدامه في سيارة الإسعاف، كما تمكن باحثون آخرون من صناعة سرير ذكي يعمل بالإعازات الصوتية. جهاز التنفس الصناعي البورتابل اللي تشوفه قدامك بعدة ميزات، الميزة الأولى أنه خفيف الوزن، يكون حمله بسهولة، ممكن ينتقل من مكان لمكان بسهولة. ثانيا الجهاز كله يشتغل بدون أي أجزاء ميكانيكية متحركة. السرير المساهمة مالته بما أن يقدم عدد من الخدمات، هاي الخدمات بالحالة العادية تقدم من الكادر الطبي أو من الكادر الخدمي، وبالنتيجة يصير تلامس مع المريض. الآن إذا قدرنا نقدم هاي الخدمات من خلال السرير نفسه نقلل من هذا التلامس، وبالنتيجة نقلل من العدوى الحاصلة. شكلت جائحة كورونا درسا قاسيا للجميع، إلا أنها من جانب آخر حفزت بشكل لافت حركة البحث العلمي لمواجهة الجائحة. لقناة العراقية الإخبارية حسين محمد، كربلاء المقدسة. نفذت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 5 رحلات استثنائية لنقل 895 مسافرا إلى القطاعات دبي، القاهرة، أنقرة، بيروت، عمان. وقال المدير العام للشركة مناف عبد المنعم أنه من المؤمل أن تشهد الأيام المقبلة زيادة واسعة في عدد الرحلات إلى الدول الإقليمية والعالمية، وإضافة الرحلات الداخلية على خلفية قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إعادة فتح المطارات في 23 من الشهر الجاري. استحدثت دائرة صحة صلاح الدين عدة ردهات ومراكز للحجر الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا وتقديم الخدمات العلاجية بشكل أسرع إليهم. مراكز للحجر الصحي استحدثتها صحة محافظة صلاح الدين لعلاج الإصابات المتصاعدة بفيروس كورونا والحد منها. زيادة أعداد المراكز وفر إمكانية استقبال أعداد أكبر من المصابين، وبالتالي تقديم الخدمات العلاجية بشكل أسرع. تم تحويل مستشفى الدجيل للطوارئ والولادة إلى ردهة عزل كاملة، وبسبب زيادة حالات الإصابة التي حدثت في الآونة الأخيرة في القضاء تم تحويل هذه المستشفى إلى ردهة عزل. هذا ساعد الحمد لله بزيادة عدد حالات الشفاء التي وصلت إلى أكثر من 120 حالة شفاء الحمد لله.
هذه الردهات التي افتتحت في جميع أقضية محافظة صلاح الدين أسهمت بتقليل عدد الإصابات، وكثير من عدد الإصابات اكتسبت الشفاء التام، وذلك يعود إلى الرعاية الموجودة بهذه الردهات. اليوم كوادرنا الصحية بمحافظة صلاح الدين عازمة على مواجهة هذا الوباء للحد من انتشاره وتفشيه بين المواطنين. تأتي خطوة استحداث هذه المراكز ضمن الخطة الصحية التي وضعتها الدائرة مع ضمان توفير الملاكات الصحية الساندة، فضلا عن تقليل الجهود عن ملاكاتها في بعض المناطق، بالإضافة إلى تقديم العناية الطبية للمصابين المحجورين داخل منازلهم الذين حالتهم دون المتوسطة. اليوم الإجراءات الصحية والوقائية والتوعوية التي اتخذتها المؤسسات الصحية أسهمت في تقليل وتطويق جائحة كورونا، واليوم أغلب حالات الإصابة بقضاء الدجيل اكتسبت الشفاء التام بسبب تلك الإجراءات، وكذلك مؤسساتنا الصحية تواصل إجراءاتها الوقائية والصحية وذلك من أجل القضاء على هذا الوباء الخطير. هاي حالات الشفاء التي سجلت في الفترة الأخيرة كلها نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها كادر المستشفى ولتبذلها كذلك الكوادر الأخرى. بالنسبة لنا ندعو أخوان المواطنين في قضاء سامراء بالالتزام بتعليمات خلية الأزمة. جهود استثنائية تقوم بها الملاكات الصحية بجميع مؤسساتها للحيلولة دون ازدياد حالات الإصابة، ودعوات مفتوحة للمواطنين للالتزام بجميع تعليمات خلية الأزمة. أنمار الشمر، العراقية الإخبارية، صلاح الدين. مشاهدينا، وللمزيد ينضم معنا من صلاح الدين مراسلنا عمر العزاء. اهلا بك عمر. بداية عمر، افتتاح ردهات جديدة في مراكز للحجر الصحي في المحافظة، ضعنا في صورة هذا الاستحداث، ما هي المستشفيات التي استحدثت فيها ردهات جديدة حتى الآن؟ خلص التقرير. مساء الخير عمر. عمر هل تسمعني؟ عمر مساء الخير. يبدو أننا فقدنا الاتصال بعمر العزاء مراسلنا من صلاح الدين. هذه عودة لاستكمال نشرة الأخبار. قال مسؤول روسي بارز إن موسكو تسعى لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يكون أول لقاح يحصل على موافقة دولية. وأوضح رئيس صندوق الاستثمار الروسي أن هناك شعورا عاما بأن روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 إلى 50 مليون شخص، معربا عن اعتقاده بأن بلاده ستكون في وضع جيد في حال إنتاج 30 مليون جرعة محلية هذا العام. في زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر، سجلت الولايات المتحدة 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت 30 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية 50 زيادات قياسية في عدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر، فيما شخصت في الآونة الأخيرة على مستويات في الوفيات تصدرتها إريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس. مشاهدينا، وبالعودة مرة أخرى إلى مراسلنا من صلاح الدين عمر العزاوي. أهلا بك عمر مرة أخرى. عمر، افتتاح ردهات جديدة في مراكز للحجر الصحي في المحافظة، ضعنا في صورة هذا الاستحداث، ما هي المستشفيات التي استحدثت فيها ردهات جديدة؟ نعم طبعا، دائرة صحة صلاح الدين وبعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة شرعت إلى زيادة أعداد الردهات الخاصة بالمصابين من خلال تحويل السعة السريرية الخاصة بالمستشفيات. أكثر من 50% من السعة السريرية الخاصة بالمستشفيات تم تحويلها إلى ردهات عزل خاصة بالمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تزويد هذه المستشفيات بالأجهزة الطبية الساندة الخاصة بعلاج المصابين.
المصابين، بالإضافة إلى يعني تعاون دائرة الصحة صلاح الدين مع العديد من يعني المؤسسات الحكومية الأخرى لغرض زيادة السعة السريرية من خلال افتتاح ردهات إضافية، بناء ردهات إضافية، كما لاحظنا أنه افتتاح ردهات إضافية سعة 50 سرير بمدينة سامراء، خصوصا بعد أن سجل أعداد كبيرة بالإصابات بهذا القضاء، إضافة إلى افتتاح ردهتين خاصتين بالمصابين. يعني عمر، هل هذه الردهات هي قابلة الآن لاستقبال المصابين بفيروس كورونا؟ هل هي جاهزة على أتم وجه؟ يعني الردهات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا تم تجهيزها يعني سعة 150 سرير بقضاء بلد، 100 سرير خاصة يعني حجر الملامسين، و50 سرير خاصة بعلاج المصابين تم إنشائها على مقربة من مستشفى قضاء بلد. هذه هي المؤسسات التي تم تخصيصها لعلاج المصابين. أيضا تم يعني تخصيص كادر لهذه حجر المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تخصيص الأجهزة الطبية يعني وخصوصا أجهزة الإنعاش الرئوي الخاصة بعلاج المصابين. أغلب الحالات اليوم بمحافظة صلاح الدين يعني نستطيع أن نقول أنها بدأت تتماثل للشفاء، أكثر من 600 حالة شفاء منذ بدء جائحة كورونا لحد هذه اللحظة. طيب بمحافظة صلاح الدين بخصوص هذا الموضوع عمر، نسب الإصابات والشفاء من فيروس كورونا متفاوتة من محافظة إلى أخرى، بابل، واسط، كربلاء. في صلاح الدين ماذا لديك من معلومات متوفرة حتى الآن حول عدد الإصابات، نسب الشفاء؟ يعني اليوم الإصابات يعني بمحافظة صلاح الدين تركزت بقضاء طوز وقضاء سامراء بالدرجة الأساس، بالإضافة إلى أقضية الدجيل وبلد. لاحظنا هناك استنفار صحي كامل لدائرة الصحة صلاح الدين، بالإضافة إلى خلية الأزمة بالمحافظة لغرض الحد من انتشار هذا الوباء من خلال تطبيق مقررات خلية الأزمة الرئيسية يعني في بغداد، بالإضافة إلى استنفار الملاكات الطبية. دائرة الصحة صلاح الدين شرعت بتسيير فرق جوالة تعمل على الكشف المبكر للإصابات، خصوصا بالأحياء التي سجلت إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، وحال يعني تسجيل الإصابات يتم نقلها إلى داخل ردهات العزل، خصوصا الحالات الحرجة والحالات يعني المتوسطة. أما الحالات الطفيفة تعمل دائرة الصحة صلاح الدين على حجر هذه الحالات منزليا، ومن ثم العمل على تخصيص كادر طبي يعمل على زيارة هذه الحالات بين فترة وأخرى إلى المنازل، خصوصا بعد أن سجلت محافظة صلاح الدين كما ذكرت أكثر من 1000 حالة إصابة لحد هذه اللحظة. اليوم محافظة صلاح الدين سجلت 141 إصابة يقابلها 113 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتين وفيات. طيب، ما نلاحظه هنا استنفار تام لكل المؤسسات والدوائر الحكومية بالمحافظة لغرض الحد من هذا الوباء ومنع تفشيه بمستوى يعني على مستوى المحافظة. هناك تباين بين يعني بأقضية محافظة صلاح الدين بالالتزام بالحجر المنزلي، أو نستطيع أن نقول بعملية الفرض حظر الجزء للتجوال خصوصا أيام الخميس والجمعة والسبت. بعض الأقضية ملتزمة التزام تام، والبعض الآخر يعني هناك تفاوت في الحركة داخل هذه الأقضية، خصوصا يعني المناطق القريبة من محافظة بغداد نستطيع أن نقول هناك التزام قليل من بإجراء فرض حظر التجوال. طيب، لا سيما أن هذه المناطق مناطق زراعية، وبالتالي عمر أنا أشكرك. نعم، شكرا الجزيل، كنت معي من صلاح الدين عبر الأقمار الصناعية عمر العزاوي، شكرا لك وشكرا لهذه المعلومات القيمة. تتزايد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية العراقية في ولاية تكساس الأمريكية، ما دفع الكثيرين منهم إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في وقت يتخوف المغتربون ذوي الأمراض المزمنة من مراجعة المؤسسات الصحية خوفا من العدوى وانتقال الوباء. ما زالت تكساس تشهد حوالي 10,000 إصابة بكوفيد 19 يوميا وعشرات الوفيات، ليجهز إجمالي الحالات حتى ساعة إعداد التقرير 290,000 إصابة وقرابة 3,500 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
موجة كبرى تضرب ولاية تكساس بجائحة كورونا لم يسلم منها أبناء الجالية العراقية بكردهم وعربهم. حسب بعض المؤسسات المجتمعية التي حاولت رفع القليل من معاناة بعضهم وحثهم للحيطة والحذر من الاستهانة بهذا الوباء الخطير. احنا حاولنا نتواصل ويا الناس المصابة كمؤسسة عراقية أمريكية، نتواصل ويا الناس المصابين، نحاول نوصلهم مواد غذائية أو دعم معنوي. بعض العوائل اضطرنا أن نقعدوا بالبيت نهائيا، وفرنا لهم أجور الإيجار. نحاول قدر الإمكان بأنه هسه حاليا اكو توعية بين الجالية بأنه الالتزام وعدم التجمع بعد ما صار كثر بالإصابات، والإصابات هي مو هي يعني بسيطة، إصابات الناس قاعد تأثر من عدها وقاعد الناس قاعد تأثر من عدها. الحمد لله وشكر حد الآن ما سمعنا بنوصات إصابات أدت إلى وفاة عدة جالية عراقية. بدأت بتكساس بصورة عامة وبالجالية الكردية بصورة خاصة بالشهر السادس، يعني بدأت كان أكو عائلتين منصابين بهذا الوباء. لي هسا أكو تقريبا 70 حالة سجلناها، من هاي 70 الحمد لله ماكو أي حالة وفاة. أكيد هنالك إصابات كثيرة بين أبناء الجالية العراقية الحبيبة والعربية بصورة عامة، لأنه بالبداية كان بين مصدق وبين غير مصدق، فكان استهزاء ببعض أمور الوقاية، لكن بعد الانتشار الواسع بين جاليتنا الحبيبة أصبح وجوب الالتزام بأمور الوقاية أمر هام جدا. المغتربون العراقيون لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة أو الخطيرة التي تحتاج لمراجعة طبية مستمرة أكدوا خوفهم من زيارة المستشفيات إلا للضرورة القصوى، في حين حول بعضهم اللقاءات الطبية عبر الأنترنت لا سيما كبار السن منهم. نحن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فالأطباء دوما عن طريق التليفون أو عن طريق المشاهدة من خارج العيادة. ها هي تكساس تشهد أكبر زيادة بأعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أسبوعين، لم ينجو منها الكثير من أبناء الجالية العراقية رغم الإجراءات الاحترازية التي يطبقها معظمهم. من ولاية تكساس الأمريكية إيمان بلال، العراقية الإخبارية. أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس، ليسجل ارتفاعا عن حالة واحدة في اليوم السابق. وقالت السلطات أن 9 من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة كانت بين مسافرين قدموا من الخارج. يأتي هذا فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين اليوم 11 على التوالي. أصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا طرحته الصين وروسيا يشدد على الدور المحوري للدولة في مكافحة الأوبئة، بنص انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية. ويؤكد القرار الذي شارك في إحالته على التصويت أيضا كل من جنوب إفريقيا وتركيا على أهمية التعاون الدولي ولا سيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة، مشددا على الاحترام الصارم لسيادة الدول وتغليب الأولويات وطنية. شهدنا ختام النشرة إلى عناوينها. اللجنة العليا للصحة تقلص ساعات حظر التجوال الجزئي من 9 مساء حتى 5 صباحا. العراق يسعى إلى الاستفادة من البروتوكول العلاجي الإسباني في مواجهة فيروس كورونا. وتابعتم في النشرة أيضا، جامعة البصرة تنجح بتصنيع وإنتاج المواد المختبرية الخاصة لتشخيص الإصابات.